اوكي بمعنى طيب العذراء زعلان من شريكه وعايزه يصالحوه، مستني مصالحة ونغمس في ذاته كده، عايز يتفق مع شريكه على حاجة، عايزين يتفقوا على حاجة والحاجة دي نحو المستقبل، إما إن هي مثلا إيه يعني يتفقوا على الارتباط إن هما خلاص يكملوا ارتباطهم، أو على طريقة التعامل ما بينهم، يعني من هنا ورايح يعملوا قعدة كده، من هنا ورايح انت مثلا بليز ما تعملش كده وانا مش هعمل مثلا الطريقة دي، بيظبطوا حاجة نحو المستقبل، يعني عايز يتفق مع شريكه على حاجة وحاجة يكملوا بيها للمستقبل. انا قاعدة في الظلام، انا اهو في الظلام يا حبيبتي، شايف شريكه ازاي؟ العذراء شايفه شخص غني، مش شرط ان هو يكون غني بفلوس يعني يا جماعة، غني غني بمشاعره، غني بأخلاقه كده يعني، وعينه مليانة وحاجة حلوة جدا كده، وكمان وأمان، ده that's it. أكتر حاجة الأمان، شايفه الأمان بالنسبة له، بس الطاقة ما بينكم متقلبة، طلع نازلة، يوم حلو يوم لأ، برتم سريع، ما هو ده طبيعي ان العلاقه تبقى فيها يعني تبقى فيها ups and downs. اوكي انا خايفه يا جماعه، انا خايفه بجد، انا اقصد تقلب سريع اللي هو لسه متصالحين امبارح تاني يوم هوب يروحوا قافشين على بعض، فاهمين قصدي؟ متقلبه عامله زي موج البحر. الشريك بقى، الشريك عايز ايه؟ الشريك بصراحة انا شايف ان هو مش عارفة كسلان ولا ايه الموضوع عنده، هو مش عايز يعمل حاجة، انا هقعد كده منتخ ويعني انتي زبطي اي حاجة، مش عايز يبذل مجهود، ما بيبذلش مجهود، منتخ. اوكي بس نفسه صفحة جديدة، يعني ان انت تغفر له اللي فات ده كله، اللي هو ايه turn the page، نقفل الصفحة ونبتديها من الاول، بس شكله ما بيعملش حاجات تجاه ده، يعني هي مجرد امنية. شايفك ازاي؟ شايفك برضو سعادة، شايفك احتفال، بيحب يحتفل معاك، انت نفسك بالنسبة له رمز الاحتفال، which is طاقة ايجابية جدا وحلوة جدا. بس تعالوا نقلبها، لو العذراء هو الشريك، يعني فاهمين قصدي ايه؟ ان يعني شريك العذراء هي البنت، فهي شايفة بيخونها وحاسة بخيانة، افتكر حاسة، مش افتكر حاسة، مش حقيقي يعني، هي مجرد احساس، شكوك، فاهمين قصدي؟ شكوك. ايه اللي بيحصل هنا دلوقتي؟ في حيره كده، قاعدين بتقيموا الموقف زي ما تقولوا انتوا في عمليه تقييم، قاعدين بقى اتس باك، الحمد لله، الحمد لله على السلامه، بتقيموا الموقف مثلا او بترسموا خطه، بعدها في انهيار لشيء كبير عشتوا بيه فتره طويله جدا من حياتكم وهيبتدي ينهار، اوكي، والشيء ده شيء وحش مش شيء كويس، انهيار لشيء وحش، حاجه كانت غلط في حياتكم، ان شاء الله هتنهار وهتبتدي الصوره تتضح. الشهر اللي بعده شايفه انه في عطاء اكتر، هتدوا لبعض حاجات، هيبتدي يمكن شريكك يبتدي يتحرك شويه بعد الانهيار ده، بعد الحاجه الصوره دي ما تتضح، هيبتدي يهتم اكتر وهيبتدي يبذل. طيب اللايف فصل، ما انا عارفه بس رجع تاني اهو يا جماعه، الحمد لله. لعلمك بقى زران كان عامل جو رومانسي. لا يا بنتي انا كنت خايفه قوي يا ايمان، لا حرام عليكي كنت خايفه، فصل بس رجع الحمد لله خلاص. طيب اوكي رجع الحمد لله خلاص، تمام. بصوا بقى يا جماعه، في بقى مفاجاه هنا،
نوره خالص انت يعني. معانا بقى يعني مش عارفه اقول ايه، هي حماتي بس هي صاحبتي اخر حاجه. رحبوا معانا بتوتو يا جماعه. توتو هتلاقوا اسمها تي يو يو وتي يو يو، اعسل شخصيه في التاريخ بتتفرج عليا النهارده. منوراني يا توتو حبيبه قلبي. انا حلويت في عيونك انت بس يا قمر، بس يعني هكلمك بعد اللايف اقولك. تمام. ايه علاقة برج العذراء مع بنت الاسد؟ طيب ده هنشوفه كمان شوية في كارت، نسحب كارت. ولا بتقولك نورتي يا ست الكل، اهلا وسهلا كمان حماتك ردي. حاضر يا اهي، انتوا هتتشعلقوا فيها ولا ايه؟ نرحب كلنا يا احلى حما في مصر. انا ما اقدرش اقول عليها حما الصراحه، ما اقدرش. يا اميره مباشر دلوقتي حبيبتي. احمد يقول لك نورتي. انا بقيت مش عارفه الحاجات ليكي ولا ليه. احمد كان تاني بيقول لك منوره يا توتو حبيبه قلبي. توتو من اكتر الناس بصراحه اللي شجعتني كمان على الموضوع ده، وكانت مامنه بيا الصراحه. حبيبتي يا توتو انت. طب بصوا بقى، يلا من ناحيه شريك كويس، ربنا يخليك ويطول عمرها. امين يا رب، يطول في عمرها ويبارك في عمرها يا رب. دلوقتي هنقرا قراءه المجانيه الخاصه اللي كسبت معانا في اللايف النهارده. بعدها على طول هنبتدي في ايه بقى، في السؤال الواحد. تمام يلا بينا. القرايه اللي كسبت معانا النهارده هقول اول اسم بس، ثانيه واحده ارد على ممكن طيب دي يا رشد بعد ما نخلص، بس خلينا نخلص بس القرايات الاول. طيب انت ليه مديني سكرين شوت؟ فين الكونفرسيشن اللي كاتبنا؟ سوري يا جماعة ادوني بس ثانية واحدة هبقى معاكم. نورتي يا توتو، الناس بتتكلم عليكي يا توتو. توتو بس بقالها كتير مش بتستعمل فيسبوك، فتلاقيها مش هتعرف تعمل ريبلاي، بس انا متأكدة انها بتسلم عليكم كلكم. طيب البنوتة اللي كسبت فين يا راشد؟ بس اهي اوكي. سارة 18/8/96. استعدي يا سارة، يلا قريتك حالا. اوكي سارة 18/8 برج الاسد، حلو قوي. هنقرا لها اقراء عاطفية. 17/5 كويس قوي. التور كويس قوي، ماشي. تعالوا نشوف سارة وشريكها الاخبار. لو انت بتتواصل معاها يا رشد دلوقتي، لو عندها اي سؤال خلال القراءة قولي. ميرسي اي على الشير، ثانك يو. زعلت منك، عملت كتير شير. وبليز ما حدش يزعل من حد، عشان خاطري ما حدش يزعل من حد. كل مره بنختار بشكل عشوائي والله، الموضوع ما فيهوش اي حركات يعني. طيب اسلام هتلاقيه زي ما هو في التسجيل، يعني هو مسجل بعد ما خلص اللايف هتلاقي الفيديو زي ما هو كامل. معلش ارجع اسمعه تاني لاني مش فاكره. ثانيه واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي. اوكي. طيب اختنا سارة عايزة ايه؟ سارة يمكن الماديات عندها مش كويسة قوي،
مع الشريك او حتى لوحدها، يعني هي عايزه الحاله الماديه تتطور اكتر او عايزه تحس بامان اكتر. اصل الماده دي بترمز لحاجتين، الماده في شكلها المادي الطبيعي اللي هي الفلوس يعني، او الامان، لان هي الامان فهي بتنقصها دي، اما فلوس او امان. حيرانه في حاجه، تاخدي قرار حاجتين شبه بعض ومحتاره فيهم، واجابه الحيره بتاعتك دي انك تمشي ورا احساسك دي، يعني ما فيهاش، ما تتحسبش. مش مرتاحه مع خطيبها، اوكي. شايفه شريكك ازاي؟ شايفاه في صراع، يعني انت عايشه في صراع، يا اما في ناس كتير حواليك وبتتدخل في العلاقه بتاعتكم، وتش حاجه انا ما بحبهاش خالص يعني، وما فيش حد يحبها. لو هي الموضوع كده وفي زحمه عندك جوه، طلعي ناس ما لهاش لازمه وتبقي انت هو بس عشان الدنيا تبقى تهدى شويه. اما انتوا علاقتكم فيها عقبات كتير، كل ما تطلعوا من عقبه تخشوا في عقبه جديده، او انه هو نفسه خناقه، يعني انتوا بتخانقوا مع بعض كتير. انا شايفه الطاقه بينكم فيها رضا، يعني ايذر انتوا الاثنين حاسين برضا او طرف واحد، بس انا شايفه ان الطاقه مش وحشه، حلوه جدا، رضا فيها سعاده. يعني الشريك عايز ايه؟ لا، الشريك بيتخانق شكله، الشريك افتكر بيحاول يا اما داخل منافسه بينك وبينه، اما انه هو بيحاول يسيطر، اما انه هو من النوع اللي بيدافع عن نفسه لمجرد الدفاع عن النفس، فاهمه قصدي؟ بتاع مشاكل يعني، شكله بتاع مشاكل. بس نفسه ايه؟ نفسه يقدم لك حاجه، يعني على فكره هو في الحقيقه بيحبك، لا بيحبك، ونفسه يبقى الفارس، فارس احلامك، ويجي يقدم لك كل الحاجات اللي انت عايزاها. شايفك ازاي؟ شايفك شايله هموم ومشاكل كتير جدا فوق احتمالك، فوق ما انت ممكن تحتملي. في حاله دلوقتي، معرفش دلوقتي، يمكن انتوا في حالة امل، العلاقة خدت بقى فيها امل اكتر، او العلاقة فيها فرص اكتر، مديها فرصة او هو مديكي فرصة، في فرص. بس بعدين في حالة تقريبا هتندموا ان انتوا اديتوا الفرصة دي، تحسوا بندم، يا ريتني ما اديت الفرصة دي، يا ريتني كنت عملت حاجة تانية. بعدها شايفة موقف صعب، او التدين، او ان انت هتبتدي تقربوا من ربنا اكتر، او شخص فيكوا يعني طرف فيكوا هيبتدي يقرب من ربنا. فانا شفت سلسله الاحداث كده، انت عايزه امان اكتر، او عايزه مستوى مادي احسن، محتاره، شايفاه طاقه فيها عنف او فيها دوشه او مشاكل كتير، هو بيحاول يكسب ارض، يعني اللي هو بيحاول او بيحاول يسيطر عليكي، بس هو بيحبك جدا ونفسه يقدم لك حاجات، كل الحاجات تتمنيها. شايفك تعبانه وشايله هم كبير، والطاقه ما بينكم طاقه حب، لا طاقه رضا، هي رضا اكتر من حب، بس فيها سعاده، فيها رضا يعني. في فرص هتدوها لبعض الفتره دي، بس واضح ان انتوا هتندموا على الفرصه دي. وبعدين موقف صعب، دي قرايه الشهر. بصي هتقولي لي ده فراق، انا مش شايفه فراق، هي زعله. لو انت شايفه انه الشخص ده مش مناسب ليكي حبيبتي، والدنيا عندك فيها مشاكل من انتوا مخطوبين، لا وقفي الموضوع من دلوقتي، يعني مش هقول لك اكتر من كده، لان لو هي باديه بمشاكل كبيره بالشكل ده بعد الجواز هتكبر اكتر، انا اوعدك. دي كانت القرايه الخاصه كانت معانا النهارده، ويلا باب الاسئله اتفتح زي ما اتفقنا. اسم، عايزه تعرف في سفر، حاضر حاضر يا مير، ومن عينيا اسحب لك كارتي حبيبتي، بس نشوف لساره اخر حاجه، عايزه تعرف في سفر ولا لا. ميرسي يا رشا.